في ظلم مستخبي وجبان، فقررت اني مش هنام، هنزل وادور هقابل واسأل، بس الأول زي ما اتعودت دايما هسمع. سمعني. من لحظة ما بتصحى من النوم وبتخرج من بيتك ولحد ما بتنام، دي سياسة. أي فعل بتشارك فيه أو مش بتشارك، دي سياسة، وأي حاجة بتحصل في البلد دي سياسة. كنت عايز أسألك، إيه نظام السنة أول التاكسيات البيضاء لما نزلت كانوا بيحط ينفع تحط إعلان والإعلان ده بيشيل من ثمن القسط بتاعك؟ أنت كان عملوا معاك كده برضه؟ هو عملوا في العربيات الدفعة الأولانية الموضوع هو كان دوت، في كام دفعة أصلا؟ هي دفعتين باين أو ثلاثة. آه الدفعة التانية قال لك ما فيش إعلانات ليها، ليه؟ معرفش، ده بيقول كان لك عشان الإعلان بتوع الإعلانات ما بيدفعوش، على كلام الناس بيقول لك فلوس الإعلانات ما بتدفعش. يعني الشركات نفسها اللي بتحط إعلان بتاعة ما الإعلانات ما بتدفعش؟ بتدفعش. طب وأنت سمعت من السواقين زمايلك اللي كانوا حاطين الإعلانات دي، كانت الشركات بتدفع لهم؟ بتقول لك ما بقتش بتدفع دلوقتي، آه فعشان كده قال لك تشيل، ما فيش إعلانات وتشيل القسط كامل، فالبلد مريحة طبعا. فهجيب بقى اجيب قسط منين؟ والإعلانات كانت بتشيل قد إيه من القسط؟ هو القسط أصلا كان كام؟ القسط كان مش عارف، اللهم صل على النبي، هو كانوا بيشيلوا 450 جنيه من القسط. من القسط. طب دي شوية مبلغ حلو يعني، مبلغ يوفر حلو، عليه. بيوفر جامد، حتى توفير للغيار الزيت لصيانة العربية أقل حاجة. طب ليه ما سابلكش انت مساحه مثلا، انت تتفق مع شركه وتحط الاعلان وتاخد فلوس منهم؟ يعني جم قالوا لك مفيش اعلانات خالص، ممنوع؟ ما هو قال لك مفيش اعلانات دلوقتي خالص، لغينا. حتى لو انت اتصرفت وجبت اعلان هتجيب بطريقتك، منين؟ حضرتك هتجيب منين؟ تروح لاي شركه او اي محل يحط المرور اعلان؟ هيرضى اذا كان ممنوع التزكات؟ اي التزكات في العربية. يعني حتى لو انت دبرت وجبت حد بيعمل اعلان هيديك فلوس هيقول لك لا ما المرور تحطش؟ طبعا لازم يقول لك لا. طب يعني ما هو مش عارف يجيب لك فلوس بالاعلانات، طب يسيبك تجيبها؟ طيب طب هتجيبها ازاي؟ طيب ما هو القانون، انت بتحابه يعني، القانون بتنفذ القانون بكل حاجه. والقانون قال لك رايحين نحاول دلوقتي نحل. اجتماع عاملينه ناس يعني اسمهم احتجاج، وهم لمين بعض بيعملوا كذا مشروع، مشروع مساندة ناس الفقراء اقتصاديا، كذا مشروع من ضمنهم اللي احنا رايحين نحضره دلوقتي مشروع اسمه الوعي السياسي، عشان يروحوا الناس اللي زي وزيك اللي ما لهمش في السياسه يفهموهم يعني ايه سياسه، يعني ايه مجلس شعبي، يعني ايه انتخابات، يعني ايه كده. ما طبعا انت عمرك رحت في انتخابات مجلس الشعب تنتخب حد؟ طبعا رحت وطلعت انت انتخابيه؟ طلعتها. وطلعت في قد ايه؟ والله طلعت لي على طول. يعني رحت اديت بطاقتك اديها لك دلوقتي؟ على طول في ساعتها. بس انا كنت بروح اديهم البطاقه بياخدوها ويقولوا لي تعالى بعد 3 شهور. لا والله الدوره اللي فاتت دي طلعنا على طول، الدوره اللي هي اللي فاتت دي السقط دي المزوره دي. طب يعني اللي بتتاخده ده انتخبته على اساس ايه؟ والله يعني هو الناس، انا من نفسي ما طلبتش منه حاجه، بس الناس شكرت فيه. وكان اي حاجه بيعملها اي حد يروح له على حاجه يقدها له. طب وانت كنت يعني مثلا كنت شفت هو قال هيعمل ايه؟ سمعت قال هيعمل ايه لما تنتخبوه؟ لا والله ما سمعت. لا طب عشان ما تكونش كداب معايا، اصل كل الناس بتقول ان يعني هو قبل ما بيترشح بيقول لك انا هعمل وهعمل وهعمل، وبعدين ما بتشوفش بقى غير بعديها ب5 سنين. يعني ما حدش بيحاسب وراه بيقول له عملت مشكلة. ولا دي ما عملت. اللي هو الانسان لما بينجح بينسى اللي هو يبقى يخدم البلد. ملان ازيك يا صلاح؟ عامل ايه؟ معلش اتاخرت عليك. ايه الاخبار؟ هنعمل ايه؟ يعني مجموعه احتجاجيه احنا عاملينها هنا تبع احتجاج الصفحه اللي استاهل. اللي احنا مجمعين شويه في حدائق الاوبا، بنعرف احنا بنتكلم في ايه، الوضع بالنسبه لنا بالظبط ايه اللي احنا ممكن نتفق عليه، وايه اليات التنفيذ اللي ممكن نعمله. ماشي ازاي؟ عامل ايه؟ مبسوط. ازيك؟ عامل ايه؟ طيب يلا بينا. تعالى. فالفكره احنا بنتفق على الاليات التنفيذيه اللي ممكن نعمله. التوعيه السياسيه في المقام الاول، مصر على دخل 3 حاجات. اول حاجه الاستفتاء، انتخابات مجلس الشعب وشورى،
الديمقراطية يا ياسر. الثلاث حاجات دولت المفروض ان احنا نعمل للناس وعي. وعي ايه هو الاستفتاء ازاي بيتنفذ؟ اغلب فئة الشعب مش عارفة استفتاء يعني ايه، ولا بطاقة انتخابية يعني ايه، ولا اي حاجة. انا عايز اقول لك يعني ايه استفتاء وازاي بيتم وازاي نوافق عليه وازاي يكون دور مؤسسي، وازاي ان الفايد اللي كان المفروض ان هو يعلم خمسة حواليه والخمسة دول بيعلموا خمسة حواليهم، فالناتج بتاعي بيبقى سلسلة بتوصل لبقية الناس، الناس اللي في البيوت، الناس اللي ما بتعملش الفيسبوك، الناس اللي احنا ممكن نوصلهم عن طريق الهايد واي، مش هينفع نتفاعل معاهم عن طريق الايزي واي، عن طريق الهايد واي والتواصل في العالم. يعني اكنه محو امية سياسية. تمام. احنا بره الندوة قريب منها في بعض الشباب اللي قايمين على الندوة بتاعت النهاردة، هتكلم معاهم يدوني فكرة عن مشروع الوعي السياسي اللي بيعملوه، بيعلموا الناس ايه بالظبط. مساء الخير، ازيك؟ اتشرف بيك. ايهاب عبد المحسن. ايهاب عبد المحسن، انت من اللجنة التنظيمية اللي بتعمل الندوة النهاردة، احكيلي عن الندوة، بتحاولوا تعملوا ايه بالظبط؟ بص، انا قبل ما احكي لك عن الندوة لازم احكي لك عن ايه اللي حصل. الناس كلها، كل الناس اللي شايفهم دول كانوا مش راضيين على الاوضاع، ومش راضيين عن اللي بيحصل في البلد، ومش راضيين عن حياتهم بشكل عام. الثورة مننا ناس كانوا في التحرير، ومننا ناس ما راحوش، مننا ناس راحت التحرير عشان لازم تروح، ومن الناس كانت عايزه تروح بس ما قدرتش تروح عشان الإشاعة اللي عملها النظام من الناس اللي بتهجم على البيوت. فالناس احنا قسمنا بعض، الناس بتحمي بيوت والناس بتشارك مع اخوانهم في الصف. ده لي دور وده لي دور بالظبط. احنا النهارده عملنا ايه؟ هي كانت فكره، احنا بنقول يا جماعه خلاص الثوره خلصت واحنا اسقطنا النظام، هنعمل ايه بعد كده؟ الشوارع والناس بقى الرشاوي منتشره في البلد، عمالين بقى نسمع عن اشاعات المليارات والمليارات والمليارات. احنا لو قعدنا نتكلم في كده هنقعد سنين طويله غير ما نعمل حاجه. يبقى الثوره كلها فقط في مصداقيتها. مصداقيه الثوره التغيير. التغيير لايه؟ للاحسن. التغيير بايدينا احنا، مش بايدين الشباب بس، بايدين الشباب والرجال الكبار. احنا كنا عايشين في مصر، مفيش فرق بين مسلم ومسيحي، محدش فينا ليه تيار سياسي ولا تيار ديني. احنا كلنا مصريين بس. عايزين نعمل ايه؟ اول حاجه احنا عايزين نعمل حصر لكل الناس اللي هي فقدت اعمالها في الفتره اللي فاتت. في ناس بتعمل اعمال يوميه خلاص ما بقاش عنده رزق. احنا بدأنا ننظف الشوارع، بدأنا ندهن الشوارع، بس لسه ستيل لغايه دلوقتي ناس بتلمس زباله في الشارع. لغايه دلوقتي ناس بتدفع رشاوي، لغايه وقتنا هذا ناس مش فاهمه. نفهم الناس، انا عضو قانوني، افهم الناس ايه الدوله، ايه نظام الحكم في مصر. نظام الحكم في مصر احنا اللي بنعمله، مش الدوله اللي بتعمله. عايزين نشيل كلمه الحكومه. يعني ايه حكومه؟ الحكومه احنا الحكومه، الحكومه دي المصريين، الحكومه دي هم مجموعه افراد لتسيير حال الدوله. مين اللي بيجيبهم؟ احنا. يبقى ما فيش حاجه لك اسرار في الحكومه. يا عم ده ملكك انت، مش ملك الحكومه. الحكومه لا تملك شيء، الحكومه دي مجموعه افراد بس، ما فيش حاجه تاني. احنا بناخد اوامرها من الناس المفترض. بالظبط. وكل ده احنا بنتكلم فيه، الناس اللي بترفع اسعار. اهم نقطه دلوقتي هنتكلم فيها اختيار من يمثل الناس في البرلمان. احنا على اعتاب انتخابات، على اعتاب تعديل الدستور. في ناس حتى وقتنا هذا مش فاهم حاجه، مش عشان هم مش فاهمين، عشان هم يعني على قدهم، لا، عشان النظام السابق قرر ان هو يعمل تعتيم على كل الحياه السياسيه في مصر عشان حد شافه. يعني الراجل ده ما يفهمش، عشان لو فهم هيتكلم، ولو اتكلم هيقول هيبقى صدعنا، ولو صدعنا مش عارف نسرق. مصر هننسى كل الكلام ده، كل الناس اللي شارك، الناس اللي ما كانتش بتنزل الانتخابات لازم تنزل، بس ينزل مين؟ ينزل يختار مين؟ هي دي القصه يا جماعه. اولا انا ما اعرفش كل الناس اللي ساكنين في البلد، عم عزب ما اعرفش كل الناس اللي في البلد، احنا نعرف الشيخه بتاعتنا ايه. احنا نقول يا جماعه اللي احنا عندنا مبادئ 1 2 3، احنا عايزين عدل، عايزين مساواه، عايزين كرامه، عايزين حريه، عايزين نظافه، عايزين حاجات بسيطه قوي ممكن نعملها، حاجات سهله جدا. مين يقدر يعمل لنا ده؟ طب اسالك سؤال، لما بتحاول توعي الناس تتكلم معاهم في السياسه، طبعا قبل الثوره دي كان الناس تقريبا جاء يعني اميه سياسيه 100%. تمام. دلوقتي بعد الظروف اللي حصلت دي، حسيت ان الناس بدا يكون عندهم وعي؟ بتكمل انت عليه ولا لسه برضو صفر؟ تمام. انت على الاقل دلوقتي عندك حماس. تعليلي صوتك عشان انت على الاقل دلوقتي الناس عندها حماس، في حماس الجمهور عايز يتغير. كل واحد عايز يبقى احسن، حتى لو مش محدد ايه ملامح التغيير دي، سواء كان بس تغيير بس على التك، او تغيير بس في الفكر السياسي، او في حياته، او في سلوكه، او اي كان. تمام. فانت بتحاول تشارك بشكل او باخر راس التفكير ده، ازاي تفكر، ازاي تبدا تفكر، ابدا من الاساس كده، ابدا غور. بتبتدي معاه يعني اول خطوه لما بتخش على حد تحاول تعلمه السياسه، بتبتدي معاه من فين بالظبط؟ انا ببدا معاه مطرح ما هو انتهى تفكيره، هو فكر رسم، هو ايه هو شايف ايه هو دلوقتي في مصر؟ شايف ايه صوره 25؟ فاهم ولا
لا فاهم ايه بالظبط كده، مين اللي عملها، مين اللي موجه، فاهم قصدي؟ كان في موجه ولا لا، فاهم قصدي؟ من هنا ببدا اتكلم معاه. اول قلت لها مفيش فرق، اولا مين حد شارك 25، حد شارك 25 كلهم مصريين، ده مش شارك الناس اللي يحمي بيته، ده شارك معاه على العكس الناس اللي مش جتش 25 الوقت هو اهم جدا. ده انا مش عايز، انا مش عايز واحد عشان حماسه روحيه مثلا دلوقتي هو بيوقف قدام بيته وبيتكلم كويس تمام وبيقول بس يقول لك انا ياسف، لكن بعد شهرين هينسى كل الكلام ده، الحماس هتقل تمام، هيبطل الكلام على النظام اللي احنا نغير الحكومه، الحماس هتقل نرجع زي ما كنا تاني. وايه نوع التنظيم اللي هتعملوه عشان تضمنوا ان التحرك ده يكمل؟ احنا ان شاء الله احنا كشكل اولي عاملين خطه كده جدول زمني كل شهرين، مواقع 8 ادوات كل يوم على ان شاء الله نحاول نتحرك في كل حدائق اوروبا تمام، حتى لو احنا كل مره جمعنا قدامنا 20 واحد بس، واحد بس استفاد، فاحنا كده حدثنا فرض تمام. لو انا عملت كده مره في حدائق اوروبا سيبيني مثلا نشط مصر الجديده، سيبيني نشط مثلا في المنطقه وفي الزاويه الحمراء، فواحد واحد 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 هتلاقي عندك برضه فيها ممكن تركز عليها. ربنا معاك، ربنا نصور حاجه الاشاعات اللي كانت بتروجها النظام السابق، الحق ده فلان بيتذبح، الحق ده فلان بيموت، لا يا جماعه لا حد بيتذبح ولا حد بيموت. انا ساكن في عمارات السعوديه بس بقطع الحدائق ومش هغيرها، اتصل هنا الحق ده واحد في عمارات السعوديه بيموت ناس، يا جماعه ما انا قاعد هناك ومحدش بيموت ولا حد بيعمل. الشعب المصري شعب محترم، محدش فينا بيأذي حد، محدش فينا يعني محدش، الناس اللي راحوا حرقوا الاسم والناس اللي راحوا كسروا المباني الحكوميه، طب ما هي بتاعت مين يا جماعه؟ الناس ما بتاعتنا احنا، عايزين نبطل نقول كلمه حكومه. مين الحكومه؟ اصل انا واقف في ملك الحكومه يا جماعه، الحكومه دي مجموعه افراد لتسيير امور الدوله، عايزين نعرف هنختار مين عشان يمثلنا، عايزين نعرف. اولا انا يا جماعه لا ارشح نفسي انتخابات محليه ولا انتخابات مجلس الشعب ولا لي اي حاجه في القصه دي، انا عايز الناس تفهم احنا ايه دوله، يعني ايه سياسه، يعني ايه انتخابات. انا حتى مبارك ده ساب البلد هتخرب. طب يا جماعه ما حسني مبارك كان ممكن يموت امبارح وكان هو لسه في السلطه، يحصل نفس الفراغ الامني اللي احنا فيه ده. اول حاجه لازم وحتما ولا بد نحترم ضابط الشرطه. انا لسه قاري النهارده في الجورنال ان حصل ان ضابط شرطه مات ومواطن مات، الله اعلم بقى ايه اللي حصل. يعني انتوا عاجبكم الانفلات اللي احنا فيه ده؟ عاجبكم الناس بتعمل كل اللي هي عايزاه؟ الناس بتمشي عكس الاتجاه، الناس بتقفل شوارع. انا مش عايز اقول سواقين الميكروباصات عشان اقول لحد بس ان انا ضدهم خالص، هم ناس زيي، بس يا جماعه الانفلات ده مش هينفع، مش هيأدي بينا غير الخراب بس. طب سؤال، في ناس بتقول ازاي يبقى في مصالحه قبل محاسبه؟ احنا ما شفناش ناس اتحاسبت لغايه دلوقتي. الاستاذ يا جماعه معانا ضيف من قرية تحت التأسيس لتاريخ الثورة 25 لتاريخ الثورة، هو مشكورا هو راجل جه عندنا عشان يغطي الحدث بتاعنا ده. بس اللي انت بتقوله ده مش عارف، يعني في ناس عايزه تشوف اللي ابنه مات، اللي جاره مات، عايز يشوف ناس بتتحاسب، ناس عايز يشوف اللي موت ابني وموت اخويا فين هو؟ ليه بيشتغل؟ ليه نازل شغل لغايه دلوقتي؟ اللي احنا هنمسكه ده يعني مش مطلوبه دلوقتي، الناس اللي بتحاسب هي ماشيه بتحاسب، لازم الاول نعترف بان في نظام. وانا اسف امشي على النظام واكتب سؤال. لازم نعترف ان في نظام في الدوله دلوقتي. الثوره قامت وشكرا جدا للناس، هم خدوا المبادره واحنا كنا وراهم، بس الثوره دي مش بتاعها، مش بتاعت الناس اللي كانوا في التحرير ولا بتاعت الناس اللي قاعدين هنا، عشان كان في ناس في التحرير وكان في ناس بتحمي بيوتها هنا. يا جماعه طب ما نبدا بنفسنا احنا نشتغل، الناس اللي هي بتبطل شغل نتجاوز، يعني ده مش نتجاوز يا بيه، ده ما نتجاوز لا، ما هو اللي سرقني مش هسيبه. لا استاذ ايهاب حضرتك ما ينفعش تسالي في تضليل الناس ده خالص، انت بتعمل دوت تضليل الناس. بمعنى يا باشا دوت تضليل الناس ازاي؟ مش هتقتل اللي قتلوا عيال اولادنا، ده تضليل الناس. بعد اذن الساده الحضور اي حد عنده سؤال يكتبه في ورقه ويقدمه للناس اللي قاعده وهي هتجاوب عليه. سؤال يا استاذ، ده مش سؤال، ده مش سؤال. اللي بيحصل ده اللي بيحصل ده اسمه الثوره المضطره. انا بستأذن اي ضيف محترم قاعد بيسمعنا ان هو يقدم سؤاله على ورقه،
احنا هنجاوبه عليه. يوه انت مش صاحب الشارع ده، انت ده في شارع يوه. ممكن تعرف حضرتك الدكتور؟ طب احنا بنتكلم، دي كارثه بقى. كلنا عارف حضرتك، حضرتك لو انت عندك معلش انا كتبته برضو، معلش معلش عشان مش كل الكلام في نفس الوقت. هو الكلام اللي اتقال ده كلامي انا الثوره. ايوه يا بنت الثوره المضاده. انا بقول لحضرتك انت مش عارفنا كلنا، مش عارفنا كلنا. لا يا بيه مش عارف على المخطوط. انا انا بقى على التحرير يا بيه، ما بقعدش على المخطوط جنب بعض. انا بقول لك انا بقعد على التحرير يا جماعه. انا 25 سنه بقعد. اي حد عنده سؤال او استفسار يكتبه في ورقه واحنا هنجاوب عليه بدون تدخلات عامه. احنا اي سؤال او اي استفسار هنجاوب عليه بهدوء، بدون مهاجمات، بدون ما نهاجم بعضينا. الاستاذ ايهاب شاب من شباب المنطقه، متربي هنا وعاش معانا، بيتكلم عن كل واحد فينا، بيعبر عن كل شاب فينا. اللي عنده سؤال يكتبه في ورقه، استفسار يكتبه في ورقه، واحنا هنجاوب عليه بدون ما نهاجم بعضينا. هو ما هاجمش على حسين. الاستاذ ابي فوطه اللي كلم بس يا جماعه، انا عايز بس اوضح حاجه. هو انا مش بقول نسيب الناس، بس لو هنقعد نحاسب كل واحد هو عمل ايه مش هنعمل حاجه. شفتهم هما بيدوروا انتخابات؟ بعدين معاك انا تمام؟ شفتهم هما بيدوروا انتخابات؟ الحمد لله ان احدهم اقر يدور بدون انتخابات. شفتهم وهم بيبلطجوا على الناس في الشوارع وهم رايحين يودوا اكل للناس في ميدان التحرير ويمنعوهم ان هم يروحوا يودوا الاكل، تمام؟ شفتهم وهم جارين ورا حشمة سيد فهم ورا حسين ابو جاد وهم بيقبضوا من السيد كده. شفت الناس دي النهارده شايفهم بيتكلموا باسم الثوره. وانا متخيل ان الانتخابات اللي جايه ديت هلاقيهم، هبص الاقي حشمة سيد فهم ده هو اللي عمل الثوره. وعلى فكره الناس عندها قدره انها تتلون للاسف، لكن برضو الناس الاكثر عندهم قدره على الفرز. هم مين اللي كان معاهم، مين اللي كان معاهم ومين كان بيتآمر عليهم، مين اللي شارك في تزوير الانتخابات اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها، مين اللي راح مد ايديه لحسين ابو جاد وقبض منه فلوس، مين اللي مد ايديه لحسين ابو جاد وقبض منه فلوس. استاذ طارق بعد اذنك، انا شايف ان هم دلوقتي يعني هم بعيد عن موضوع الحساب والكلام ده. هم دلوقتي انا شايف ان الشباب دي بتحاول تعملوا ايه؟ تروح للانسان البسيط اللي مش فاهم يعني ايه سياسه، مش فاهم يعني ايه انتخابات، مش صحيح مش صحيح. طب انتوا بتعملوا ايه؟ طب انت اشرح لي انتوا بتعملوا ايه؟ طب اسمع منه، اسمع منه يعني هو بيعمل ايه؟ لكن نسمع منه هم بيعملوا ايه؟ الكلام كله واضح ان احنا تعالوا نتكلم في الانتخابات اللي جايه. لا شيء هو عايز يفهمني يعني انتخابات. طب نسمع منه ايه؟ نسمع منه ايه؟ نسمع منه كده يا باشا. دلوقتي احنا 12 سنه ولا معلش يعني ولا واحد فينا يبص الجهه صوت مختلف. قلنا يا جماعه في ناس ما بتفهمش معنى كلمه تشريعيه، ايه الفرق ما بين مجلس الشعب ومجلس الشورى؟ ايه الفرق؟ اختار ايه انا في وضع الناس؟ ايه الفرق ما بين كل الناس ده؟ صحيح على فكره مش صحيح. ده بقى ده اللي النظام السابق كان بيعلمه للناس، ان الناس مش فاهمه والناس جهله. الناس طلعوا فاهمين وطلعوا كويسين قوي وطلعوا عارفين، سواء المتواصل النهارده عارف يعني ايه دستور، لما بنتكلم عليه ده عارف يعني ايه دستور، وعارف يعني ايه تحديد مده رئاسه. عيب نفترض في الناس انهم جهله وان احنا اللي فاهمين واحنا اللي هنعلمهم. الصحيح الناس فاهمه كويس قوي واوعى مننا. الكلام اللي قاله كلام محترم جدا جدا جدا. احنا عايزين نتفق ان احنا في بلد واحده والبلد دي بتدور من جديد. خلاص اللي فات عدى خلص. بالنسبه لي انا عايز احاسب هحاسب وانا شغال، مش هحاسب وانا واقف وانا عطلان. احنا مش واخدين بالنا ان في ناس مش زينا. سين انا معايا 2000 جنيه، سين والاستاذ معايا 5000 جنيه، سين والاستاذ معايا 20000 جنيه، انا قاعد بيهم باكل وبشرب بيهم. هيجي وقت خلاص ده سنخ، محدش فينا ملياردير. احنا بنتكلم عن ده اسمها حدائق القبه. المفروض ان اللي قاعد في مجلس الشعب دوت قالت في سياسه ان هو يبقى عارف يعني ايه قانون، عشان القانون دوت اللي هيصدر منه تشريعات ويعني ايه قوانين مكمله، ويبقى عارف يعني ايه اداره عشان نشوف القانون اللي هيحكمنا بعد كده بكره وبعده وبعده. ده اهم من ان انا اجيب الفلوس بتاعت حسني مبارك، ده اهم من ان انا اعدم حبيب العدل. يا جدعان مصر ما فيهاش حبيب عدل واحد. احنا في عندنا هنا في جهاز الشرطه لا يقل عن 20000 حبيب العدل. طب شايف النظام القضاء دلوقتي يعني دلوقتي احنا الثوره قامت شلنا القيادات الفزه في كل حته، شايف ان في فساد في القضاء ولا ما فيش؟ لازم يبقى وزير العدل. مش من
مزاجنا ولازم يتغير. يعني ايه وظيفه خارجيه معاها بكروس تجاره؟ انا مش فاهم الموضوع دوت. نقفل بقى اقتصاد وعلوم سياسيه، نقفلها بقى، ما كده ما بتاكلش عيش. ما انا لما يبقى وزير خارجيه بكروس تجاره، يعني هو خد محاسبه وخد حكوميه وخد احصاء وخد اداره وخد اقتصاد وجاي يمسك وزير خارجيه، والراجل اللي طالع من اقتصاد وعلوم سياسيه دوت ما يبقاش وزير خارجيه، يبقى لا حول ولا قوه الا بالله. احنا في مصر هنا ان احنا بنولي ذوي الثقه وليس ذوي الخبره، مع اهل الثقه مش اهل الخبره. فكرت تعملوا زي مجله او زي جورنال صغير، صحيفه بتطلعها المنطقه مثلا، يبقى مثلا صحيفه لحدائق الامه؟ كان بيعمل الكلام دوت واحد ما بيوقفش اللي فات، كان حزب وطني الراجل دوت نجح ب 16000 صوت، وده ما حصلش في تاريخ البيرمان المصري. اسمه حشمت سيد فهمي، حاول يعمل حاجه زي كده. الراجل دوت نجح ب 16000 صوت. العلم زكريا عزمي لما زور الانتخابات نجح ب 10000 صوت. النظافه عملته ايه في الحي؟ احكي لي، انا كنت عايز اعرف. بص احنا اول ما بدينا ان احنا نوظف تحت بيتنا. ده في انهي منطقه؟ عشان الناس كانت فاكره ان التنظيف ده بس في الشوارع الرئيسيه وفي شارع سكه الوايه. حدائق الاب. ودوار حواري بحاره احمد رفاعي، حاره سليمان ابو العلا، حاره معمل التكاكيك، يعني بالحواري، مش بالحواري وبالشوارع الرئيسيه. مش يعني ما بننظفش في جزء واحد، احنا بننظف الشارع كله عامه، بيتي وبيتك، حتى العماره، سلم العماره كنا بنكنسه ونظفه. تدي من بيتك وتنتشر. بدهن من بيتي وبنتشر. حقيقة. وناس وقفت معاكوا يعني؟ ناس وقفت معايا كتير. ليه؟ لقاني مسكت معشرة، معلش أنا الكبير، لقاني مسكت معشرة واشتغلت. الصغير جه لقاني راح ماسك معشرة واشتغل، الأكبر مني راح جاي برضه ماسك معشرة واشتغل. فبدينا ننظف شوية شوية، هات جنيه هات جنيه هات جنيه، رحنا جبنا علبتين بويا. هي بدأت بكده، علبتين بويا. شوية واحد قال لك أنا متبرع بمثلا بعلبة بويا، بعلبتين. شوية جه واحد قال لك طب أنا مش قادر أنظف، مش قادر أعمل معاكم، أعمل إيه؟ أنا متبرع ب 50 جنيه بويا. ماشي مفيش مشاكل. واحد راح جاب الكمامات وراح جاب لنا الجوانتيات برضو، ما بيساعدش معانا، راجل كبير ما بيساعدش. عاوز يشارك. اللي عجبني في لجنه الشباب بتاعتكم، يعني النهارده شفت يعني انتوا عاملين تحرك بتحاولوا تعملوا وعي سياسي. هو قال لي على المشاريع اللي بتحاولوا تعملوها كنظام اقتصادي، يعني بالظبط يقوم المشاريع الصغيره. وانت كلمتني عن مشروع النظافه ده، يعني انتوا نظام متكامل كذا فرع، يعني متنبه لكذا فرع. وبرضه يعني هنساعد بعضينا، وهنساعد برضه اللي هو في واحد مثلا مش قادر يتجوز. لو احنا مثلا بالفرض 1000 واحد، وكل واحد دفع 100 جنيه، ف 1000 واحد هيعملوا حوالي 100000 جنيه. 100000 ما يجوزوش اربع شباب؟ يتجوزوا اربع شباب ولا صح صح صح. احنا نشوف نفس الفكره القديمه اللي كانت بتبقى مثلا زي النقطه وتروح الفرح تدور، بس ده من قبلها بقى، اللي هو من الاول خالص. من الاول خالص كان في عندنا حاجه في علم النفس السلوكي، بنجرب على مجموعه من القرود، خمس قرود قرود. القرود دولت دخلناهم في قفص حديد، وجبنا سلم خشب مش متوصل بالحديد، وعلقنا موز. ده في مشروع تبع الجامعه؟ مشروع تبعنا ان هو ازاي ان السلوك بيتغير من غير فهم، ازاي ان ممكن حركه تقلد من غير الناس ما تفهم ازاي ان هي قلدتها. عملتوا ايه بقى؟ فجبنا الخمس قرود دول حطيناهم في قفص حديد، وجبنا سلم وعزلناه عن الحديد، وعملنا موز متعلق في سقف القفص، وحطينا الخمس قرود. فاول ايد طلع، اول مانك طلع السلم دوت، جاب موزه، وصلنا احنا قهربا فاصعقنا الله يبقى اللي تحت. فالايدي نزل بالموزه وكلها، جه يطلع تاني، يعني اللي باع القرود راحوا ماسكينه وضربوه ما خلوهوش يطلع. عشان مش عايزين الكهرباء. عشان مش عايزين الكهرباء، ويطبط عندهم شرطيا بطلوع الايدي دوت فوق ان احنا عن الكهرباء. مع انه بيجيب الموز. جميل، هو هو بالنسبه له هدف مشروع، لكن بالنسبه للتانيين انت بتاذيني بسلوكك دوت. فابتدينا ان احنا نخرج الايدي دوت، ودخلنا مكانه ايدي جديد، الايدي اللي طلع يجيب الموز ده، وخرجناه وحطينا ايدي جديد خالص ملوش دعوه بالموضوع، ملوش دعوه بالفكره.
فدخل الايد الجديد بعد شويه جاع فحب يطلع السلم يا حول اربعه يا حمانعين وبيضك ان هو يطلع مسكو ضربوه فهو ما يعرفش الوضع ليه ما يعرفش ايه اللي حصل للناس دي. الموضوع ده بجد بيفكرني بموضوع اللي كنا فيه بالظبط ميدان التحرير تمام. انه يعني هم خوفوا كل الناس اللي قاعده في بيوتها ما راحتش الميدان والناس فهمت ان القرد او اللي بيروح ميدان التحرير ده هو السبب في الصعقه اللي هم فيها كمان اللي هو ما تروحش الايد اللي اتضرب دوت ما طلعناهوش طلعنا ايدي تاني من اللي كانوا بيضربوا من الله يبقى اللي تحت طلعنا واحنا دخلنا ايد جديد فالايد الجديد جاي بيطلع الايد الرابع اللي كان اتضرب من غيزب ومش فاهم ابتدى يضرب مع الثلاثه التانيين الايد الجديد مع انه ما تصعقش بالقرابه بس هو خد فكره ان فكره ان انت تطلع السلم حتى فيها ضايب واحنا ماشيين مع الشباب من القهوه يا دوب على الناصيه لقينا شباب من المنطقه بينظفوا المنطقه في المنظر اللي انت شايفه تعالى شباب مية مية دي العدة الايه ماشي قول لنا بتنظف الشارع ليه عشان بحب مصر وايه اللي خلاك يعني تحب مصر فجأة كده من اول بلد بس انتوا عمركم نزلتوا ونظفتوا الشارع اللي حواليك لا قبل الاحداث دي يعني كله الوطنية دي طلعت بعد الثورة يعني يا حاج ايه ايه انا معاكم شارك سعد ابدا نظف ايوه طيب ايه ايه برافو عليك نظافه بس ولا هتعملوا حاجات تانية ان شاء الله عندنا حمله سياحه حمله سياحه هنطلع كلنا الهرم وهنطلع بالاستراد ونوضح للعالم كله ان مصر امان مفيش اي حاجه موجوده وكل ان شاء الله كل جمعه هننظم حمله شكل ان شاء الله في حملات توعيه سياسيه يعني نظافه والسياحه تنشيط سياحه وتوعيه سياسيه ان شاء الله حاجات تانية كتير بنقترحها كتير من خلال حضرتك بنأسس جمعيه اسمها جمعيه شباب حدا الوبه هنشتغل من الفريق بتاعها ومن خلال الجروب بتاعنا لو حضرتك شفته ده كلنا شغالين فيه الحاجات التوعية بناخد افكارنا سمعت عن اي شباب في مناطق تانية بيعملوا مجهود زيكم انا شفت ان بالفعل في مصر الجديدة شباب شغالين وبتاع بس احنا هنا اول شباب بدانا هنا في الحدايق احنا شغالين بقالنا اسبوع من الجمعة اللي فاتت شغالين والحمد لله العدد كل يوم بيزيد احنا النهارده عددنا على مستوى الحدايق اكثر من 400 فرد 400 فرد احنا شغالين عشان العدد كبير متقسمين في مجموعه هنا في مجموعه عند الشباب في مجموعه في مجموعه خاصه ستان في مجموعه سراي فكرتوا بعد فتره ان شاء الله لما يعني التنظيم يكبر وتنسق بين الشباب اللي في مناطق تانية اللي بيعملوا زيكم وتبقوا مجموعه اكبر بالفعل كنا هنعمل حاجه زي كده لجنه على مستوى القاهره للحمايه المدنيه بس هي الفكره وجت لنا مشاكل شويه فيها الموافقات جايه من وزاره الدفاع ومن وزاره الداخليه بس موافقات ليه بالظبط عشان تشكل الموضوع على عشان تشكل الجمعيه يعني بينكم يعني محتاجه كل التصريحات دي عشان ما نجيبش على وزاره التضامن هي المشكله دلوقتي في حاجه اللي احنا اتغيرنا بس ماشيين على نظام نظام ما اتغيرش نفس البيروقراطيه وتصريح قوانين بيروقراطيه روتينيا بس الروتين موجود احنا بنغير زي ببطء زي السلحفه كل اللي احنا بنعمله اللي احنا بنحاول نوعي الناس زي ما شريف ممكن يكون كان اللي هي حمله نظافه عقول قبل ما تكون نظافه المفروض الجامعات دي تبقى اختار يعني مش لازم تصريح والكلام ده كله في اللي انت لازم تاخد رقم تاخد اسم والشهور لازم يبقى عدد 10 احنا ماشيين رسمي عشان محدش يعترضنا بعد كده بس الرسمي ممل لا بصراحه الايام دي الناس كلها متعاونه بجد خلص بسرعه طب دي حاجه كويسه بيساعدونا في بعض يعني الرئيس الحي متعاون معانا بدا بتاع النظافه والبيئه بتاع البيئه بيساعدونا جامد عربيات معانا عربيات ومؤشرات وسيستم البلديه اشتركت معاكم في حمله التنظيف دي مثلا عملوا هي اللي مديها كل حاجه طب هاي هنكون لسه بنتكلم ان الحكومه لازم تساعد الشباب اللي بيتحرك دي علامه حلوه قوي النقطة بقى اللي احنا هنتكلم فيها وعايزين شباب مصر كلها تتكلم فيها نقطة الشركات النظافة الأجنبية نخرجها بره مصر عشان فلوسنا ما تخرجش تبقى شركة وطنية وفلوسنا اللي احنا بندفعها على فاتورة الكهرباء تبقى موجودة جوه مصر
ونراقب بقى على الشركه دي ونحاسبها لما ما تعملش شغلها. شركه وطنيه نعلي رواتب الموظفين المصريين. ما يحسش الموظف المصري هو شغال عند اجنبي في اي وقت يقول له مع السلامه. الاجنبي ما ياخدش فلوس مصر يتفضلها بلده، واحنا بلدنا اللي محتاجه الفلوس دلوقتي. فانا محتاجين للشركات اللي احنا نعرف وضع عقودها، لان حدائق الاوروبا كلها 120 صندوق كمان معايا. عندنا 14 عربيه بتشيل، وعربيه واحده بتكبس، وعربيه بتخلص، وعربيه بترش. فده يعني الحي زي حدائق الاوروبا حي كبيره. احنا عايزين نحاسب الناس دي فين العقود، لان الناس دي عشان تعمل العقود خدت فلوس، كان في فساد. عايزين نطلع العقود دي، نفسخ العقد. احنا بندفع ملايين كل سنه، نفسخ العقد. محكمه دوليه هندفع كام؟ 50 مليون هو بيتلموا في شهر. انا شايف ان الميزه ان انتوا لما نزلتوا الشارع وعملتوا الشغل بنفسكم قدرتوا بعد كده، لو انا بعمل الكلام ده من غير فلوس، طب اللي بياخد فلوس بقى لا اعمل شغل صح بقى. وتبقى شركه وطنيه في الاول وفي الاخر، فلوسنا تبقى في بلدنا، فلوس نلمها من بعض، فلوس قليله وعملنا حاجات كتير. ايوه الشركات دي بتاخد ملايين وبتعمل حاجات اقل من كده بكتير. احنا كل ده اللي كل الشغل اللي عملناه ما عملش 5000 وراضي وانت ماشي تحس ان يعني ما بيعملش الحاجات دي. احنا دهنا والنظافه واعلانات اللي عاملينها الايجارات كلها كل ده ما اتكلفش فلوس ذاتيه، كلها فلوس ذاتيه. احنا 5000 اللي عملنا كل ده وملايين ما بتعملش حاجه. معاك حق. كمان الحمله ما وقفتش على كده، لسه الحمله قدامها. يبقى في حملات توعيه كان بيقول لي والسياسه وكل حاجه. عاملين ان شاء الله الاسبوع الجاي حمله توعيه لترشيد السياحة. قال لي بعدها إن شاء الله هنعمل حملة توعية للدستور، تعديلات الدستورية، لأن الشعب المصري معظم ثقافته الاستفتاء يعني نعم. إحنا عايزين نغير الفكرة دي، إيه اللي لينا في الدستور وإيه اللي علينا، نقول آه أو نقول لأ، مين اللي ينفع ومين اللي ما ينفعش. فدي حملات إحنا مستمرين فيها أسبوعيا لغاية لما نوعي الناس يعني إيه تنظيف عقول مش تنظيف شعب. يا شباب ربنا يوفقكم، أنتوا بتعملوا عمل نبيل جدا يعني، ربنا معاكم. سافر الشباب الحلو. حلقتنا النهارده تحس ان هي يعني كانت تعتبر على حدائق القبه. جينا وشفنا الشباب تحركاتهم، في اكتر من شباب متجمعين عاملين كذا جمعيه، يعني غير جمعيه الاحتجاج في الجمعيه دي اللي شفناها، حمله نظافه الشباب، جمهوريه حدائق القبه، سموها جمهوريه حدائق القبه. نظافه، سياسه، اقتصاد، شباب يعني مغطين كل المنطقه. فيا ريت يعني يكون المناطق كلها عامله زي الناس دي.